طبيعي يعني لازم كل واحد يدي صوته في جميع الأحوال يعني في بلدنا، ولازم نعبر عن رأينا. شايف الإقبال النهارده عامل ازاي؟ هو ما شاء الله في صف طويل وناس كلها كبار سايبين أعمالهم وجايين بادئين على طول العملية المتفرجة، مش منتظرين حد يقول لهم يعني. قررت إن تنزل أول يوم في الساعات الأولى يعني، ليه ما فكرتش؟ عشان عندي شغل هروح بعد كده، عندي محاضرة. دي رسالة للناس كلها إن مهما كان عندك شغل تقدر تفضي وقت إنك تنزل. نمرة واحد وبعدين يجي الشغل، لو ما كانش فيه ده ولا مش هيبقى فيه شغل. تقول إيه للمشجعين الزملكاوية؟ يعني تقول لهم إيه؟ تقول لهم انزلوا، لازم تنزلوا طبعًا. والزملكاوية ده انتماء نادي، لكن الدولة هي الانتماء الأصلي.